السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نوريكم كيفاش تفتحوا نصف الطاق ديالكم على شكل كاري. كما شفتوا هنايا انا عندي هذا البيجامه، هذا التوب ديال الخيط كما كتشوفوا تويب رومي، وانا غنديروا ان شاء الله بيجامه بالكروشي. بالنسبه لهنايا انا هنا عندي غير 30 سنتيم كما كتشوفوا، حيت السيده هذه شويه قصيره ما بغاتش تهبطوا. عندي هنا غير 30 سنتيم، هذا غنفتحوا كاري. الطريقه دابا اللي غندير ان شاء الله، غنشدو من هنا هذا القنص مع هذا القنص، غنقادوهم على هذا الشكل كما كتشوفوا. هاد القناص هادو بجوج نحاول نقدم عرفتي مع التوب ديال الخيط، ما كيجيو شويه صعاب في الخدمه لانهم كيبقاو تكمشوا لنا بسهوله. ضروري ما تقادو الخدمه ديالكم مزيان. بحال دابا التوب ديالنا هو قديناه، غنجيبو السنتيم ديالنا وغادي نعبرو من هنا لهنا جوج ديال السنتيم هكايا، حيت ملي غادي نحلوها راها غتعطينا ربعة ديال السنتيم. غنخليو دابا السنتيم ديالنا هكا وغنجيو لهنا، غنشدو النيت مباشرة من هاد الفتحة هادي كما كتشوفو هنا، وغادي نقطعو السنتيم غنخليوه. ويمكن ليكم التراسي وكاع إلا خفتو. كما شفتو انا هنايا انا قطعت جوج ديال السنتيم، كنتمنى تكون واضحه. ها هي جوج ديال السنتيم، صافي. هذه هي الطريقه كيفاش نفتحو كل كاري. كما كتشوفوا دابا ها هو الكول ديالنا، ها هو تفتح. انا غادي نقادوه باش يبان لكم بوضوح. كما كتشوفوا ها هو من بعد ما حنا غادي نبنيو كيجي على هذا الشكل كما كتشوفوا. هذا هو الطريقه ديال الافتتاح ديالنا ديال كول كاري، ساهل وبسيط، واي وحده تقدر تفتحو. مخير ما تفتحوش عند الخيط، تفتحو راسها. بما ان اللون ما واضحش مزيان، انا درت لكم هنا واحد الكتاب ديالي كما كتشوفوا هنا راه فتحنا. الحاجه المهمه هي ملي غتنيو ضروري ما غدوزو لوغلي لهاد البلاصه هادي كامله، لهاد الجهه ولهاد الجهه. دابا كيما شفتوا الكول ديالنا هو راه ولا توضح لينا من هنايا من الجهه اللي حنايا فتحنا كما كتشوفوا على هاد الشكل. ها هي واضحه هنايا كل كاري، صافي. وغتبقاو غاديين وكتكفوه كامل على هاد الجهه كامله، غدوزوا لها لوغلي غتنيو هاد البلاصه هادي راه حنا كنتنيوها. وبالنسبه لهنا انا رشح من فيديو سابق شرحت لكم من هنا راه كنتنيو واحد جوج تنيات صغيورين، وهنا ضروري ما كديروا غرزه حشو حيت هاد البلاصه كتكون صعيبه، وكنتفادوا بان التوب ديالنا ما يتسربش لينا من هنايا. ومتى من الكول من هنا غدوزوا لوغلي بطريقه سهله وبسيطه، وكنتمنى تكونوا فهمتوها من الشرح ديالي. من بعد ما فتحنا الكول الاول كيما شفتوا ديك البيجامه انا مفصله مخيطه مفتوحه. بالنسبه لي كيكون عندكم نتوما فصلتوه راسكم، كيفاش تزيدوا عليه تعديلات باش تهبطوا نص الطوق ديالكم. هو النص الطوق العادي كيكون فيه 40 سنتيم اولا 36، غتعبروها من هنا من ديك الدوره ديال العنق اللي غتهبطوا 36. بالنسبه للكول في ضروري 36 على هذا الشكل. دابا انا غنخلي السنتيم 36 سنتيم كما كتشوفوا، وغتهبطوا معاها مباشره على هذا الشكل. من بعد دابا حنا غنبغيو نشكلو كل في، غنشدو التوب ديالنا غنبنيوه على جوج، وكنجيو لهاد النقطه هادي وكنديروا فيها هكايا 3 ديال السنتيم. الا كان كل في العادي على شكل راندا، حيت كروشي كتكون الغرزه كبيره، 3 ديال السنتيم على هذا الشكل. حنا نعلموها، ها هي درنا واحد التقطيعه صغيره ملي علمناها، عاوتاني كنجيو هنا وكنفتحوا 3 ديال السنتيم. على هذا الشكل من بعد انا نحل نوريكم الشكل النهائي. كما كتشوفوا كيجيك هنايا بحال الزائد. دابا هنا غنتنيو هاد الفتيحات هنايا الصغار كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. نتوما راه غدوزوا ليهم لوغلي في الظهر، ودائما هنا كنقول لكم هاد في هذه الصغيره كما شفتوا انا 3 سنتيم هنا و 3 هنا، ها هي بدات كتوضح لكم سهله وبسيطه. وانتم راه غدوزوا لوغلي من هاد البلاصه، ومن هنا ولي عندها الماكينه تقدر تخيطهم غير بالماكينه، ما تحتاجش كاع دير لهم لوغلي بالبره والخيط. كما شفتوا هذا هو الكول في ديالنا
طريقه سهله وبسيطه وتقدر اي وحده ديرو بلا ما تحسش تمشي عند الخياط ولا تقول شي وحده وريني ولا هذا، تقدر مجرد بان تشوف هذا الفيديو تفهم الطريقه ان شاء الله كيفاش تفصل بيجامه اولا التشامير اولا القفطان ديالها. وكنتمنى يكون الطريقه ديال الشرح ديالي مفهومه وصلتكم كما بغيتوا، وبصحتكم وراحتكم بسلامة.